السلام عليكم. في فكرة شغل الناس كلها من ملايين السنين وهي السفر للمستقبل، فانا النهاردة جاي احللك الموضوع واقول لك على فكرة بسيطة تقدر بيها انك تسافر للمستقبل، لا وده كمان اسهل من انك تسافر للماضي. فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اعظم واهم نظرية في المئة سنة اللي فاتوا وهي النسبية. في ايه هي الخناقة اللي ما بين اسحاق نيوتن واينشتاين؟ وايه هي اصلا النظريه النسبيه؟ وايه هو الفرق ما بين النسبيه العامه والنسبيه الخاصه؟ وازاي اصلا اينشتاين وصل لهم؟ وايه هو نسيج الزمكان؟ وانا كشخص طبيعي استفدت ايه من النظريه النسبيه؟ والحته اللي احنا مستنيينها ايه هي علاقه النظريه النسبيه بالسفر للمستقبل؟ فحضر قهوتك وتعالى نعرف خلاص. في 1905 نشر اينشتاين وهو عنده 26 سنه 3 اوراق بحثيه بتتكلم عن النظريه النسبيه واللي شقلبت مفهوم المجتمع العلمي والبشر كلهم عن الزمن. وساعتها العلماء الكبار قالوا عليه ان ده مجنون، وساعتها اينشتاين كان مجرد موظف في مكتب براءه الاختراع وكان بيقولوا ازاي واحد معهوش حتى دكتوراه ولا في الفيزياء ولا في الرياضيات بيكذب نظريه اسحاق نيوتن. والتلات اوراق دول بس كانوا سبب في هدم عصر الفيزياء الكلاسيكي واللي استمر لمده 200 سنه واللي تاسس على ايد علماء كبار زي اسحاق نيوتن وماكسويل وجاليليو. واينشتاين لما عمل النظريه النسبيه قسمها لنوعين، النسبيه الخاصه والنسبيه العامه. فانا من رايي اننا نبدا بالنسبيه الخاصه عشان لما نخش ان شاء الله في النسبيه العامه تعرف تفهمها، وما تقلقش هقول لك بعد كده الفرق ما بينهم. عايزين الاول نعرف قبل ما اينشتاين ينشر الثلاث اوراق البحثيه بتاعته كان العالم شايف الزمن ازاي. هقول لك ان اسحاق نيوتن كان شايف الزمن زي القطر اللي ماشي بسرعه ثابته وعلى خط مستقيم. ونيوتن لما اتسال عن الزمن قال انا لست بحاجه لشرح ماهيه الزمن لانه مطلق. واينشتاين جاء قال لنيوتن كل اللي انت بتقوله ده اي كلام، والزمن ولا في قطر ولا هو ثابت ولا اي حاجه من اللي انت بتقولها. نزل ابنك علي. لكن هو نسبي. ايوه يعني ايه نسبي؟ وهو ان الزمن بيعتمد على الشخص اللي بيبص او بيرصد الجسم اللي بيتحرك واتجاه حركته نسبيا. احنا كده ممكن نكون فهمنا شويه معنى كلمه نسبي. فتعالى دلوقتي نعرف ايه هي النظريه النسبيه الخاصه. ببساطة كده النظرية النسبية الخاصة بتقول ان سرعة الضوء في الفراغ هي اعلى سرعة ممكن اي جسم يوصل لها في الكون، اللي هي اصلا سرعته 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. الرقم اللي انت سمعته ده بجد. طب انت ممكن تقولي طب يا بلال ايه هو سبب ان مفيش جسم يقدر يوصل لسرعة الضوء؟ بص هو بعيدا ان الرقم كبير جدا، فعشان اي جسم يقدر يوصل لسرعة الضوء فهو محتاج طاقة لا نهائية، وكمان ان كتلته تساوي صفر، فبكده مستحيل ان اي جسم يقدر يوصل لسرعة الضوء، وان سرعة الضوء ثابتة بغض النظر عن المصدر اللي طالع منه الضوء ده. تعالى هبسطها لك. تخيل معايا كده ان انت واقف على طريق سريع وقدامك في عربيات بتعدي، صح؟ تمام. لو في عربية عدت قدامك بسرعة 100 كيلومتر في الساعة فانت هتشوفها معدية من قدامك بسرعة 100 كيلومتر في الساعة برضو. لحد دلوقتي مفيش مشكلة. طب لو انت راكب عربية وماشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وعدت من جنبك عربية ماشية بسرعة 120 كيلومتر في الساعة، فانا لو سألتك العربية اللي معدية من جنبك دي ماشية بسرعة كام؟ هتقولي 20 كيلومتر في الساعة. طب ما انت شاطر اهو. طب هل دي سرعتها الحقيقية؟ لا، سرعتها النسبية. اهدى عليا شوية وهفهمك. طب معلش حاجة كمان، لو انت راكب نفس العربية وماشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وجاية في وشك عربية ماشية بسرعة برضو 100 كيلومتر في الساعة، فلو سألتك العربية اللي جاية في وشك دي ماشية بسرعة كام؟ هتقولي بسيطة 100 كيلومتر في الساعة. غلط، هتشوفها ماشية بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، عشان في الحالة دي انت بتجمع سرعتك مع سرعة العربية اللي جاية في وشك. طب انت تعرف بقى ان انت لو ماشي بسرعة 100 كيلومتر في الساعة وعربية جنبك ماشية بنفس سرعة 100 كيلومتر في الساعة، فانت هتشوفها ان هي اصلا مش بتمشي وان سرعتها 0 كيلومتر في الساعة. طب هي هل بجد مش بتمشي؟ لا، بس دي سرعة نسبية. التجربة اللي حكيتها لك دي معظم الناس اللي درست رياضة عارفينها. احب افاجئك واقول لك ان كل الكلام اللي قلناه ده اي كلام وغلط بالنسبة للضوء، وان الضوء مش بيطبق عليه الكلام ده. بص وركز معايا، الضوء مش بيتأثر بسرعة المطلق. بمعنى انت مثلا راكب صاروخ وماشي بسرعة الضوء رحت جاي مطلع الليزر من جيبك وفتحه، فلو سألتك سرعة الضوء دلوقتي كام؟ فمنطقيا هو بالمثال اللي احنا لسه واخدينه ان سرعة الضوء هتبقى 600,000 كيلومتر في الثانية،
صح؟ لا انا مش قلتلك ان سرعه الضوء مش بتتاثر بسرعه المطلق، وان سرعه الضوء ثابته ومش بتتغير الا في حاله واحده، وهو انك غيرت الميديم او البيئه اللي ماشي فيها الضوء. زي مثلا ضوء الشمس هو بيبقى بسرعه الضوء العاديه، فاول ما يغير الميديم او البيئه بتاعته زي مثلا انه يخش في بحر او محيط، فالضوء تفضل سرعته تقل 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 لحد ما توصل لصفر. فعشان كده بتلاقي ان في قاع المحيطات مفيش ضوء. شكلك فاهم يا نصه. اركن لي بقى المعلومتين دول على جنب وتعالى نرجع للموضوع ونفهم ازاي الفكرة اصلا جات لأينشتاين. أينشتاين كان طول عمره معتقد ان السرعة اللي بيتحرك بيها اي جسم هي سرعة نسبية، وما فيش حاجة اصلا اسمها سرعة مطلقة. فكر بقى قصة العربية اللي ماشية بسرعة 100 و120. الحاجة اللي كنت عايز اوصلها لك من المثل ده وهو ان مفيش سرعة ثابتة، وان السرعة لازم تتنسب للمكان اللي بيترصد منه الجسم اللي بيتحرك، وده على عكس خالص اللي قاله نيوتن. وعلى الرغم اننا حاسين ان سرعتنا ثابتة، فلو خرجنا برا الارض هنلاقي ان الارض بتلف حوالين نفسها بسرعة 1670 كيلومتر في الساعة، ولو بعدنا شوية وبصينا على الارض من عند الشمس فهنلاقي ان الارض بتلف في المدار بتاعها حوالين الشمس بسرعة 107 كيلومتر في الساعة. طب لو معلش هتعبك معايا ونبعد شوية وهنبص على المجموعة الشمسية كلها من بره، فهنلاقيها بتتحرك جوه المجرة بسرعة 720 ألف كيلومتر في الساعة. والمغزى من القصة دي، فعلى الرغم من إنك شايف الحاجات اللي حواليك كلها ثابتة، فده ثبات نسبي. طب لو احنا طبقنا الموضوع ده بس على الضوء، فالمفروض ان منطقيا وبعد اللي انا شرحته لك ده، فبما ان مكان القياس اختلف فسرعه الضوء هتختلف. لا برضه حاسك مش مصدقني. طب بص تعالى تخيل كده ان في مرايتين شبه اللي فوقيه دول وما بينهم شعاع ضوء، فشعاع الضوء ده فضل يتنطط طالع نازل طالع نازل، ففضل يتحرك وانا باصص عليهم، فانت كمان بص وركز عليهم عشان في الاخر هتقول لي انت شفت ايه. بص انا دلوقتي همشي من هنا لهناك وانا باصص فوق وانت ركز مع الضوء. لاحظت حاجه؟ بص انا دلوقتي انا هقول لك انا شفت ايه وانت شفت ايه. اللي انا شفته كان عادي ولا اي حاجه، طلع ونزل في مكانه، اما اللي انت شفته بقى كان بيتحرك طلع بزاويه ونزل بزاويه. بس انت ما خدتش بالك من حاجه؟ ان الضوء قطع مسافه اكبر وفي نفس الوقت. طب ده ايه سببه؟ بص تخيل معايا كده ان المرايتين واقفين والشعاع اللي ما بينهم طلع ونزل مره واحده، فاقول مثلا انه خد ثانيه ونص عشان يطلع وينزل مره واحده. طب لو المرايتين اتحركوا بسرعه فساعتها هيحصل تباطؤ في الوقت، فالوقت اللي كان المفروض ان الشعاع ياخده هو طالع ونازل بما انه خد مسافه اطول هي قول مثلا ثانيتين، ففي الحقيقه هياخد نفس الوقت اللي هو ثانيه ونص اللي خدها الشعاع والمرايه واقفه. طب يا بلال مين فينا كده صح؟ انا اللي شفت الشعاع بيتحرك مسافه اكبر في نفس الوقت، ولا انت اللي شفته طالع ونازل في مكانه؟ هقولك احنا الاتنين صح، عشان هي بتعتمد على المقصد، بمعنى انا اتحركت مع المرايتين دول وانت واقف ما اتحركتش من مكانك، فانت شفت حاجه وانا شفت حاجه، فهنلاقي ان الضوء سرعته ثابته في جميع الاحوال. طب معنى كل اللي احنا قلناه ده ايه؟ معناه ان الزمن بيبطا كل ما السرعه بتزيد، وانك لو وصلت لسرعه الضوء فساعتها الزمن هيقف. طب نفترض ان انت عديت سرعه الضوء فساعتها ترجع بالزمن. بص انا عارف كل اللي انا قلته ده حاجات نظريه ومن المستحيل ان حد يوصل لسرعه الضوء، بس احب اقول لك ان ده بيحصل معاك. ازاي؟ بص عايزك تتخيل معايا كده ان انت راكب طياره والطياره دي سرعتها عاليه نسبيا، فساعتها انا بقول لك ان الزمن بيبطا. بس انت ممكن تقول لي طب يا بلال انا ركبت طياره قبل كده وما حسيتش باي حاجه. هقول لك ان عندك حق، والموضوع ده بيرجع لسببين. اول حاجه ان الوقت بيبطا باجزاء من الثانيه، ده غير ان الساعه فيها احتمالات من الخطا وده موضوع هنجيله كمان شويه. فهنفترض ان انت قاعد مركز وباصص في الساعه فهتقول لي لا والله يا بلال انا ما لاحظتش اي حاجه. احب افاجئك واقول لك ان السرعه زي ما بتاثر على الزمن فهي كمان بتاثر على مخنا، بمعنى ان السرعه هتاثر على العمليات اللي بتحصل في دماغنا من نقل اشارات ومعدل التنفس بنفس قيمه التباطؤ اللي بيحصل في الزمن بما فيهم الاشارات اللي بتتنقل من الساعه لعينك لمخك. هديك مثل، بمعنى ان انت لو صحيت في يوم ولقيت كل حاجه حواليك حجمها اتضاعف مرتين وانت كمان حجمك اتضاعف مرتين، فهل ساعتها هتحس بحاجه ولا اي حاجه؟ فهي نفس الفكره، انت ساعتها مش هتحس ان الزمن بيبطئ عشان كمان الطياره سرعتها بطيئه نسبيا بالنسبه للضوء، ده غير كمان ان الاطوال بتقل كل ما السرعه بتزيد. ان انت لو واقف قدامك صاروخ بيتم اطلاقه فهتلاقي ان كل ما سرعته بتزيد
كل ما طوله بيقل. طب انت ممكن تقولي طب لو وصل لسرعه الضوء، فساعتها زي ما قلت لك انه ساعتها هيختفي. واينشتاين اثبت كل ده على الورق، واثبت كمان ان الكون اللي احنا فيه ده مش متكون بس من ثلاث ابعاد اللي هم الطول والعرض والارتفاع، لا ده طلع ان في بعد رابع واحنا مش شايفينه وهو الزمن. بمعنى ان كل حاجه حوالينا بتتكون من اربع ابعاد، طول وعرض وارتفاع وزمن. يعني الزمن بقى بعد هو كمان، يعني بيطول ويقصر واتجاه حركته بتتغير زي الابعاد الثلاثه اللي احنا نعرفهم. اه والله زي ما بقول لك كده. لا وده كمان بيقول لك ان في حاجه اسمها سبيس تايم فابريك او نسيج الزمكان زي ما قلت لك عليه، والنسيج ده بيتكون من الاربع ابعاد اللي قلت لك عليهم اللي هو الطول والعرض والارتفاع والزمن، واللي بيغير في البعد الرابع هي سرعتك. كل ما تزيد كل ما الزمن بينكمش زي ما قلت لك. بص انا عارفك ان انت مش قادر تتخيل اللي انا بقوله دلوقتي، وعندك حق، عشان التلات ابعاد اللي احنا نعرفهم تقدر تشوفهم ما عدا البعد الرابع، فمش عارفين ندرك ان الزمن زي باقي الابعاد. والمبدا ده نتج عنه مفهوم التايم دايليشن او التمدد الزمني، وهو ان الوقت اللي بيعدي على اي جسم بيتحرك بيتغير على حسب سرعته. بمعنى ان كل ما الجسم سرعته تزيد كل ما الوقت يعدي ابطا على الجسم ده، وتقدر بجد انك ترصد تباطؤ الوقت ده على السرعات العاليه. طب انت ممكن تقول لي طب يا بلال ما ممكن اينشتاين ما كانش نايم كويس او كان بيخرف، اصل كل الكلام اللي انت قلته ده كلام على ورق. هقول لك بعديها ب 66 سنه تم اثبات اللي اينشتاين قاله عن طريق تجربه هافل كيتنج اكسبيرمنت اللي اتعملت عام 1971، لما الفيزيائي جوزيف هافل وعالم الفلك ريتشارد كيتنج الاثنين جابوا اتوميك كلوكس او ساعات ذريه، ودي بقى ادق من ادق حاجه انت ممكن تشوفها في حياتك وما فيهاش اي احتمالات للخطأ، وكمان تقدر تحسب واحد على مليون من جزء الثانيه. فالمهم جابوا اتنين وظبطوهم على نفس الوقت، فجابوا واحده من الاتنين وحطوها في طياره نفاثه والتانيه كانت معاهم على الارض. فالمهم الطياره لفت شويه ونزلت ومسكوا الساعتين وقعدوا يقارنوهم ببعض، فالنتيجه ان الساعه اللي كانت في الطياره النفاثه متاخره اجزاء من الثانيه عن الساعه اللي كانت على الارض، وبنفس القيمه اللي حسبها اينشتاين في معادلاته في النظريه النسبيه بالظبط. فبكده نبقى اثبتنا ان النظريه النسبيه حقيقه، وان الكون ليه اربع ابعاد، وان الزمن بيتغير على حسب السرعه، وان الزمن مش ثابت. واخر حاجه في نظريه اسمها ذا توين بارادوكس، ودي نظريه بتقول ان لو في اخين توأم وعندهم 25 سنه وفي واحد منهم سافر على صاروخ سرعته قريبه من سرعه الضوء وعدى على الاخ اللي في الفضاء 5 سنين على ساعته وهو راجع للارض هيرجع وهو عنده 30 سنه، فلما هيرجع الارض هيلاقي ان اخوه عنده 65 سنه عشان الزمن بطأ بسبب سرعته اللي كان في الفضاء. بس خلي بالك ان الكلام اللي انا لسه قايله لك ده مش نظري، وتم اثباته في تجربه هافل كيتنج اكسبيرمنت اللي انا لسه قايلها لك. طب انت ممكن تقول لي طب الاخ اللي قعد 5 سنين في الفضاء ورجع لقى ان المفروض ان يكون سنه 65 سنه مش 30 سنه، فهل هو كده سافر بالزمن؟ هقول لك ان مفيش حدود ما بين المستقبل والحاضر والماضي، بس هي الفكره ان انت محتاج انك تغير سرعتك. طب يا بلال انا كشخص طبيعي اعيش واتعايش انا هستفيد ايه من النظريه النسبيه؟ انت تعرف لولا النظريه النسبيه ما كناش هنعرف اننا نخترع الاقمار الصناعيه، ولا كنا هنعرف نتكلم في التليفون، ولا كان هيبقى فيه تلفزيون، ولا حتى هنعرف نستخدم الجي بي اس، ولا حتى الراديو. طب يا بلال ايه العلاقه؟ هقول لك ان الاقمار الصناعيه بتعتمد بشكل كبير على التزامن الدقيق ما بين الوقت اللي بيجمع فيه المعلومات بره الارض والتوقيت اللي بيبعت فيه المعلومات لكوكب الارض. بمعنى ان لازم التوقيت اللي ما بين جمع المعلومات وارسالها للارض يكون دقيق جدا، وطبعا بما ان الاقمار الصناعيه بتمشي بسرعات كبيره جدا في الفضاء بتوصل ل 27000 كيلومتر في الساعه، فتفتكر ايه اللي بيحصل للوقت على الاقمار الصناعيه دي؟ ايوه صح، بيحصل فرق توقيت اجزاء من الثانيه، وفرق التوقيت ده اللي هو اجزاء من الثانيه بيعمل ايرور 11 كيلومتر في الجي بي اس. وحلوا المشكله دي انهم حطوا فيها ساعات ذريه بتدق اسرع باعشار مايكرو ثانيه عن الوقت اللي على كوكب الارض عشان تواكب التباطؤ الزمني اللي بيحصل على السرعات العاليه، وطبعا اعتمادا على معادلات اينشتاين. طب تعالى بقى للحته اللي انت مستنيها من اول الفيديو، وهو انك ازاي تسافر للمستقبل. بص ببساطه كل ما سرعتك تزيد كل ما الوقت يبطا، فاحنا ممكن نعمل حاجه شبه اللي احنا عملناها في تجربة هافل كيتنج اكسبيرمنت. فانت ممكن تركب صاروخ يفضل ان سرعته تكون قريبة من سرعة الضوء وهتلف لك بتاع ساعتين، فساعتها لما ترجع الارض هتلاقي ان عدى عليك انت بس في الفضاء ساعتين وعدى على الارض هنا سنة. طب انت ممكن تقولي في مشكلة، هجيب صاروخ منين؟ ده انا مبرضاش اقعد جنب السواق عشان يدفعني تمن الكرسيين. صح، احنا كده مضطرين
نلجأ للنسبية العامة. فلو عجبكم الموضوع وعايزين الفيديو الجاي ان شاء الله اتكلم عن النسبية العامة وازاي تسافر بالزمن بطريقة اسهل من الصاروخ دي، اكتبوا لي في الكومنتس. وبكده الحلقة تكون خلصت، يا رب اكون قدرت الخص لكم الموضوع وابسطه على قد ما اقدر. ما تنساش اللايك وسبسكرايب وقول لنا مواضيع نتكلم عنها في الفيديوهات الجاية. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام، بسيطة هتلاقي كل الاكونتس تحت، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.